حلوه من محمد ابراهيم، فيش تسلل، مايوكا مايوكا محمد ابراهيم، جول 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 جول. زملكاوي في منتصف هذا الشوط، كوره حلوه 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 من محمد ابراهيم بداها وترك لمايوكا، ومايوكا بالطبع لم يرد الا الى الاحسن، وقدم كره في طبق من ذهب الى محمد ابراهيم اللي تعامل معها بكل حنكه وذكاء وفنيات ومهاره عاليه جدا. كوفي شوف محمد ابراهيم تركها وما فيش تسلل فيها، ومايوكا تريث وثم وضع الكره لمحمد ابراهيم ليضعها في الشباك الشناوي ويكون الهدف الأول لصالح نادي الزمالك. مايوكا تريث فيها وباصها بشكل حلو، ومحمد ابراهيم يراوغ الشناوي ويحطها بيمناه في الشباك مسجلا الهدف الأول في هذه المباراة بعد مرور 23 دقيقة من بداية اللقاء. شوفوا الكورة، شوفوا الإعادة من عدة زوايا ومن عدة اتجاهات للهدف الزملكاوي الأول، يريح النادي الزمالك كما قلت اللي